في صوته فما شجاني هزنا لجمال الصحراء التونسية، غايب على الإعلام تقريباً على الحوارات الكبرى أكثر من 10 سنين. جينا بحب كبير نستقبلوه بالقاسم بوغنا. مرحبا بك. مرحبا، اهلا وسهلا. واخيرا هيك هو توا مده طويله، ثم ظروف عمل، من ثم ما ثماش تقديم اضافات جديده، زاد حتى الظهور لازم يكون موجه، مش يعني يظهر مش يظهر، تبدا اعمال جديده تتطلب ان الانسان يمشي لها، يكون سعيد. احنا عندنا كل السعاده. أنا سعيد أكثر منكم ونشكركم ياسر على الاستضافة هذه. يعيش. نشكر الجمهور الحاضر. يعيشك. بالقسم بقلنا بديت من السبعينات تغني. أنا بديت تقريبا بنغنوا احنا واصدقائنا من منتصف السبعينات الثمانينات، مازلنا صغار. الفن بالنسبة ليك احتراف؟ لا، أنا مدرس. هذاك الاحتراف الرسمي، المهنة الرسمية بتاعي أنا مدرس، والفن هواية. أنا نحب القصائد، نحب الشعر، نحب الموسيقى أكثر منها احتراف. يعني مازلت قري تو ولا ليه؟ لا، أحلت على شرف المهنة، يعني تقعدت. رغم اللي ملامح وجهك لا تحي أنك كبير في العمر. والله أنا يعني دخلت صغير أول حاجة، وثانيا تقدمت بين سنين العمر، زاد مش تبقى الواحد ديما صغير. الصورة هذه من بالتكريم اللي تعمل لك في المدرسة؟ أي شكرا، أشكركم. علاش ما خديتش قرار، خاصة بعد ما تعرفت وضربت أغانيك، باش تبطل التعليم؟ لا سبيل إليه. لا، شرف المهنة متاعي، هذيك المهنة متاعي الأساسية، وعندي شرف كبير ياسر إنه أنا ندرس كما درسوني. عرفناك بغنية على الله. أيوا. الغنية هذه شنو هي قصتها؟ شنو هي حكايتها؟ خاطرة من الخواطر. على فكرة لأول مرة نكتب أغنية كتبت على الله، أنا مانيش شاعر. إيه؟ وهي خاطرة سجلتها سنة تقريباً 2003. كيفاش سمعتها منك أمينة فاخت؟ والله على فكرة أمينة فاخت إنسانة فنانة، يعني هذا راهو إنسان مشتي. أكيد. هي سمعت الأغنية عجبتها. تقابلت؟ تقابلنا. إيه؟ جاتني الدوز، كنت سعيد بوجودها معنا. يعني هو أصدقائي. فرحنا بها كما نقولوا. عجبتها الأغنية باش جو الصحراء، طبعا جو الصحراء يعجب الناس كله في الحقيقة. عجبتها الأغنية أخذتها وغنتها، أعطتها شعر آخر، زاد جو آخر، جو أمينة. يعني كان تعامل تجاري ولا وديتها؟ لا لا, لا 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 لا، ما عنديش معاملة تجارية يعني مع أصدقائي، لا أبدا. ومن بعد غنيتها إيمان الشريف. أي لا، برشا وحدين غناها، منهم إيمان الشريف. سجلتها زاد إيمان الشريف. أذنت الإيمان الشريف باش تغنيها؟ بون، هي ما استأذنش مني، استأذنت حاجة فاتت. أما يعني أنت تجاوزتها؟ يعني ما عنديش قضية، خلاص من البداية، مش من تو يعني. من أول مرة لتو، ودائما وحتى في المستقبل. وأذنك يسمعها خير مع أمينة ولا مع إيمان؟ والله هذا بصوتك أنت؟ والله سؤال محرج ياسر. ما نعرفش روحي، لا نقد نغني لا ما نقدش، ما نعرفش الناس اللي تحكم. كيفاش؟ ما تقدش تغني؟ كيفاش؟ الناس اللي تحكم عليا، عندي إمكانيات ما عنديش، مقبول غير مقبول. مقبول جدا. إيه هذا الناس اللي تحكم. وعندك إمكانيات وإحساس عالي. لا، ردا على سؤالك خويا، خاطر باش تقول لي هذه الحقيقة بالنسبة لأمينة صوت كبير، وكل واحد ربي عينه. شكرا. نسمعوا على الله. على الله. على الله. على الله بالقسم بوغنا. شكرا. بالله يا
ساكنة في العلالي روفي بحالي بالله هزي سلام للغوالي طلي على أم الغثيث الحمالي زهوي ودلالي وقولي لها فراق وحشك لجالي لا 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 تحرقي تمورها ولا تسالي على ما جرالي بهواية الخير يطمن بالي يا شمس يا شمس يكفي ظلام الليالي شعي علينا ويا حق يا دافي يا حنينة على الله يا أم الغثيث الحمالي حوزك حلالي ننسى المضى ونعيش الليالي ننسى المضى ونعيش الليالي على الله على الله والله يا أمي لبيتي في الحمالي أيوة حوزك حلالي ننسى المضى ونعيش الليالي
عدت لاقي طبيبة جروحي عطيبة من زول مولى الخلوق رغيبة صيفة غزال رتا خبيبة قليل جليبة مكبس في الجاش الله من طفاها بالجسم ابو جنة. شكرا. قبل ما نبداو قال لي اسمعني راه صوتي تعب شويه، اذا كان صوتك تعب وعملت هكا ملا، لو كان جا صوتك ماهوش تعب شنو كنت تعمل فينا؟ عندك خجل، شو ما رد الخجل هذايا؟ والله هذيك طبيعتي. هو خجل جميل. هذاك طبيعتي والله، هذيك طبيعتي. ملي صغير من هذيك طبيعتي. اللوك اللي عامله في اشاره للموطن نتاعك. لا للجهه طبعا. للجهه يعني اللي طبعاً. انت تحرص في كل اطلاله اعلاميه. بطبيعه الحال هذيك في الشرايين يعني اكثر من اللي يتصور الواحد. زواجك كان زواج تقليدي؟ طبعا. كيفاش طبعا تقول لي؟ طبعا مال شنو؟ مال شنو الزواج كيفاش نحب نعمل؟ ما فما التعارف والخطبه اي طبعا وتخرج تتعرف على الفتاة اللي باش ترتبط بها وهي تتعرف عليك. لكن زواج طبيعي عادي تقليدي بالضبط. اي كون من الاجراءات اللي يمكن نقوم بها كيف ما ايها الناس، احنا نقولوا سبرنا في سبرنا نعملوا هكا. عملنا هكا مشينا خطبنا البنيه وتزوجنا كيما ايها الناس الكل. عندك صغار؟ عندي صغار. ربي يفضلهم لك. منهم محيد. اي قداش عندي زوز اولاد وزوز بنات. شكون بحذانا مثلا؟ عندنا علام هنا. وينو علام؟ علام. اي علام اي. ناحي الكاسكيت. ناحي قالك بابا ناحي الكاسكيت. سلم عليك من بعيد. تفضل علام. اعطيني الميكرو علام. تكلم عادي. علام. نعم. ما احلى اسمك. عايشك. تقرا؟ هاي فين وقسم؟ سادة ابتدائي. صحابك يعرفوا اللي ابوك فنان كبير؟ هاي تسمع اغنياته؟ هاي اكثر اغنية تعجبك شنية؟ يا والدة. فوالا دونك باش نغنيوها يا والدة. تحب نغنيوها تو ولا نغنيوها من بعد؟ انا نغنيها. هو يغنيها تو واحنا نتفرجوا فيها. باهي؟ باهي. اوكي يعطيك الصحة. اي يا والدة. يا والدة بالقاسم بو جنة. طيق الفراق وضيمة عالحي ما تقعد غمامة ديمة يا والدة. طيق الفراق وضيمة عالحي ما تقعد غمامة ديمة طيق الفراق وهم حطي على قلبك جبل بصمه
ما تقلقي من وحشنا يا يمه يهب الفلك للعبد بتبريمه بتبريمه طيقي الفرق وهولة حتى ان يفعل خالقي مفعوله ان شاء الله يحن الكريم الموله ونروحوا للوكر ومهيمه يا والده يا والده لا تقعدي مهبوله في غيابنا دير دير العوج تسقيمه علي دمعة يا والدة كانك علي دمعة يا والدة كانك علي دمعة وبالفاتحة ما تغفليني ساعة يا الوالدة كانك علي دمعة يا الوالدة كانك علي دمعة يا الوالدة Peace.
شكرا لك شكرا. بالقسم بقنا هذه غناية الوالدة، إهداء لروح الوالدة. إهداء للوالدة. وقتاش توفيت الوالدة؟ الوالدة توفت نهار 14 فيفري الماضي. الله يرحمها. الله يرحمها. هدية كل أمهات بنت الحال وربي يرحمهم كلك. كنت قريب برشا من الوالدة؟ كنت قريب برشا من الوالدة، لرجع قريب ياسر. هكذا الأيام وكهوهم أنا فقدناها في المدة الأخيرة. هي في الحقيقة الوالدة تقدم بها السنين شوية. باش تحكي مهنيا، خرجت ألبومات في السوق، وقل لي معناتها صحيح ولا غلط، بالقسم بوقلنا وين ما يحب يعمل ألبوم ياخو قرض. والله في البداية ذيك الحقيقة. هو تاريخ الألبوم الأول هو هذه اللي كانت فيها برشا صعوبات. تعرف وقتها كانت شركات كاسيت معنا، يعني ما لقيت الشركة اللي تعامل معها على أساس مش معروف وكلام صعيب، فعملت قرض. يعني قديش قيمته القرض؟ والله وقتها مش حاجة كبيرة وقتها، لأن وكبيرة في الوقت هذا، كيف تقول مليون على بوك يعني في 95 حاجة كبيرة للألبوم الأول، للتسجيل الألبوم الأول. سبع سنين تعدوا، شنو قصتها؟ سبع سنين تعدوا، هذه قصة في عهد الاستعمار الفرنسي، يعني شاعر حكم عليه بالإعدام وسافر مشي لجهة جندوبة وباجا، نقولوا احنا فريقة غادي بقي سبع سنين حكم عليه بالإعدام، يعني منفي. جاب الأغنيات عندي سبع سنين تعدوا، خلوقي فدوا كاتيبي هزوا مرضوا. تعرف اسمه الشاعر الأصل؟ طبعا بطبيعة الحال. شو اسمه؟ اسمه محمد طويل مرزوق، توفى تقريبا سنة 90 في التسعينات. القصيدة شكون لحن هناك؟ وأني لحنتها واحدة. قمت الحين أول غناية. بدلت في الكلمات لا. ولا لا؟ لا استحفظت على الكلمات؟ لا لا فيرج صافي. والقصيدة قدمت وخرت هزيت نقصت؟ لا 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 لا, لا غنيت منها هي فيها ست مقاطع، احنا نقولوا عرف نقولوا جريدة في الشعر الشعبي، يعني ما هو في تسميات خاص وفي موازين. خذيت منها العرف الثلاث الأولي، عندي سبع سنين بروحي، هزوا ما ردوا مكاتيبي من الغربة يا عيني نوحي، يا دمعة الخد سيبي، وخذيت عرف آخر وعرف آخر، وهي فيها ست أعراف، خذيت منها نشصر يعني. غناها نور شبا؟ غناها صديقي نور، على فكرة أنا أقدم له تحية كبيرة ياسر. طيب أنت غنيتها الغناية ومستمتع بها، علاش أعطيتها لنور؟ لا نور صديقي، ما بيني وبينه حتى شيء. بار الأغنية ما نحكوش أغنية، نحكو هو كأون بيرسون، صديقي وعزيز علي ياسر الحقيقة معناها. عجبتك الأغنية كيف عاودها؟ عجبتني والله، تعجبني من أي شخص، خاطر الكلمات تعجبني ياسر. عندي سبع سنين تعدوا. يا دمعة على خدي سيبي على سيدي يا كبدة ذوحي،
صفايت باقات شيبي ونفت فصد القلب جروحي عنفت يا ما لقيت طبيبي عنفت يا ردف لي زهف لي حتى كتفني ونشف لي شعب شافني وحدف لي الناس ما تعرف لي فعل وجوه لا يتندو فعل وجوه لا يتندو عندي سبع سنين تعدوا خلوقي فدوا خلوقي فدوا كاتيبي هزوا ما ردوا حسابي زيد بلادي ما خطر دايدها بين الغربة ودي وحيد نيراني لا ما يبردها نيراني لا ما يبردها قلبي فدي من التنهيد ما دلفني يا يقصدها للمعد وسط مواعيد أحبابي انت فقدني نفقدها قلبي فاقدهم رايدهم لاني واجدهم هايدهم نصل رددهم وفصل ضيق علي يسدوا أصل الضيق علي يسدوا عندي سبع سنين سبعة ما يخصوا شيء من الغربة والتذويحة مكتوب مسطر للحي رمان على طول التلويحة رمان على طول التلويحة يا شبي ما زلت صبي طيبة قلبي تجريحة كني مالوش برجلي جوج الظاهر وضحى ضيحة جوج الطائر ومحاضيها زي ما خشيت مريت من وقت نسيت وخطيت نظري هزيت وعطيت طيبت لفيت ظن أبواب الزهو ارتدوا ظن أبواب الزهو ارتدوا عندي سبع سنين تعد بلقيس أبو غنى سبع سنين تعدوا بلقيس أبو غنى الشاعر سمح القصيدة متاعه مغنيت بصوتك ولا لا 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 توفى وقته صحيا شيء صح والله إن شاء الله لبس إن شاء الله لبس مرينا بظروف صعوبات يعني مرضية إلى حد الآن إن شاء الله لبس تعبك المرض؟ تعبني طبعاً عندي انسفيزيونس رينال منذ سنة يعني سمحني أتكلم قصور كلوي قصور كلوي بالضبط شأن عديد الناس يعني هو مرض ما استينو مرضي غير السابري يمكن تبرأ لكن تعب؟ تعب طبعاً لا إذا كان واحد مش يبقى يتعب تعب مش يتعب فعلاً يعني نفسياً وهذا اللي مش ممكن يوقع لي متفائلين خيراً نعمل في حصص دياليز متعبة
حقيقة معناها متعب. أما لباس؟ لا لباس، لا ديما لباس. معنويات يلزمها تكون مرتفعة. لا وما زلت في الكون راكب حصاني. طبعاً سعد جداً أنك قبلت الدعوة وأخيراً كنت بحذينا. شكراً ونشكرك على الاستضافة. يعيش. نشكر جمهور الحاضر. نشكر أصدقائنا الفرقة الموسيقية. نشكرهم ياسر. يعيشك. ونشكرك أنت زاد. يعيشك. متعتنا بالقسم بوقنا. شكراً جزيلاً لك. شكراً. عايشك. توا وقيت باش نهزكم السونتر مهم جدا مثير للانتباه توتا ديغمو استيتيك في مونفلوري حاجة تستحق أن نتبعوها ونحكيو عليها. مدام فاطمة مبارك اكسبير ديرموغرافي ريباراتريس زاد كيف كيف شو الاختصاص هذا شنو بالضبط؟ الاختصاص هذا توسكي ريباراتريس تصليح معناها زيد فسر لي معناها اي انسان عنده ديفو عنده كومبلكس من حاجه عنده سيكاتريس مقلقته عنده بلاصه في شعره فارغه عنده فيتيلغو اللي هو البهيق البرست معناها ديك الكلو نعملوا له يا كاموفلاج يا اما نعملوا لي بوال 3 دي باش نغطيو البلاصه الفارغه نتاع الشعر هذا الكلو هذا هو ديرموغرافي هو انه يغطي العيوب الموجوده في الجلد العيوب الموجوده فوالا في الجلد ولا في الشعر ولا في ما يصلحش باش نبداو ما يداويش لا مش علاج ماهوش علاج ماهوش علاج لكنه هو يغطي 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 أي. بالنسبة للناس اللي مثلا العلاج يقول لك انا مثلا باش نتعالج بعد عامين ثلاثة اكل عامين ثلاثة ما تقعدش كل الحاجة اللي مقلقته في البشرة نتاعو موجودة دونك هاونا قاعدين نشوفوا مثلا كيما نشوفوا هذه سيكاتريس نتاع اوبيراسيون هذه هي كاموفلاج عملنا له لي سيونس نتاع الكاموفلاج باش غطينا له كيما تشوف لافون لابخي ما اشتراها معناتها هذه سيكاتريس ما اشتراها قداش نقعد بالشكل هكا معناتها ندوش يتنحى لا تدوش تمشي للبحر تعمل كل شيء خمسة سنين خمسة سنين؟ خمسة سنين ما يتنحى شيء هو بيجمون أورغانيك معناتها عضوي ما في حتى إفي انديزيرابل على البدن ويقعد خمسة سنين الناس اللي يتقلقوا برشا وعندهم ياسر كومبلكس وما تعرف مجتمعنا كيفاش في الحكاية دي بالذات نغلفوا ولما عاشي تراز ده كيف من العامين الخمسة سنين وهيدي انترناسيونال هيدي انا راني عاملة ديرمو بيغموتاسيون معناتها لايف ريبير في باريس وعاملة زيدا ماستر كلاس زيدا في الاس او اس كوريكتريس معناتها في باريس زيدا وهذه توا مثلا في البلدان المتقدمة أي. قاعدين الناس يعملوا فيها بيان سور موجودة انترناسيونال لهنا نشوف في سيكاتريس كاموفلاج زيدا كاموفلاج هذاك الكل كاموفلاج هو ما نحيناش السيكاتريس هنا فما حالات باش نوريك اللي فما تكنيك اسمها ريفريش سكين نحيو بها السيكاتريس كومبليتمون لكن مش في الحالات الكل نجمو نحيو السيكاتريس فما حالات كيما الحالات هذوما الكبار نعملو كاموفلاج كاموفلاج به لهنا دونك سيكاتريس تبقى موجوده اما جوست نغطيوها تغطى بنفس اللون نتاع نفس اللون نتاع البشره ما يفيقوش بينا اي بلا كيما تشوف هكا به هنا اش عندي؟ هنا هي عندها شهوه في وجهها في لابخي فتحنا لها البلاصه كيما تشوف الشهوه نتاعها حمراء هيدي فهمت حطينا لها بيغمون قربنا الكولور دو بو نتاعها بيان سور مش من سيونس واحده باش نوصلوا للنتيجه هذيا باش نوصلوا نردوا لها بريسك ايدونتيك 80% معناتها السيكاتريس قداش من سيونس؟ سيكاتريس انت نوع السيكاتريس الكلهم بالنسبه للكاموفلاج ما يفوتوش 6 هنا اش عندي؟ هنا عندنا تريكو بيغمونتاسيون لي بوال 3 دي هذا اش عملوا الناس اللي كيما تشوف هكا شعرهم فارغ نرسموا لهم نحن لي بوال 3 دي معناتها نرسموا الشعرة ثلاثية الأبعاد هكا بالعربي وتراوها أنتم اللي هو شعر
كيفاش ما فهمتش؟ باش ترسم له شعره؟ ايه ترسم له شعره ترودي كي تراها انت كيما هكا ترى اللي هو عنده شعر. والصلعه تتغطى؟ شوف اللي عندهم شعر بوار ترودي، اللي عنده صلعه كومبليتمون نعملوا له لي غاسين. كي تراها انت كاينه هو محجم، مش معناتها هو رواس، معناتها فوالا كيما هكا، معناتها هذيك لافون تاعو وهذه هي لابخي. كي نعملوا له لي غاسين هو من هو معناتها حب يعمل هكاك، مش معناتها غشه هذيا. لي مش غشة. لي مش غشة. هذه معناتها السيد عنده صلعة. رديته كأن أنت عامل ستيل الروح حجم زيرو. إيه حجم زينة كمان. حجم زينة وي. هذه كاموفلاج زيدا. كاموفلاج وتخيكو في نفس الوقت. علاش؟ هو عمل أوبيراسيون. الأوبيراسيون باش غطينا معناتها البارتي هذيك نتاع الأوبيراسيون لهنا من الليفغ. عملنا لها كاموفلاج باش يتنحى البلاصة نتاع الغرز والكل. وبعد عملنا لي غاسين نتاع اللحية. هناش عندي لي سيرن هما توا اللي هي اول معناتها سنتر في تونس هيدي اللي يعمل معناتها كاموفلاج دي سيرن. هي تقنيه برازيليه معناتها اخترعها واحد اسمه رودولفو، معناها هو برازيلي. التقنيه هذه تغطي لي سيرن، معناتها كي يبداو لي سيرن غامقين برشا فوالا كيما هكايا لي سيرن نغطيوهم بالكاموفلاج. مي الكاموفلاج نتاع لي سيرن سبيسيال يبقى 10 سنين. نحنا نخدموها معناتها بالبيغمون اللي هو بيغمون سبيسيال حسب اللون نتاع البشره، وتولي كيما تشوفها هكاكا. معناتها كي تراها ما عندهاش لي سيرن، انت تولي راهي تشوف. هاني نشوف فيها هاني تشوف بلاش لي سيرن. هذاك زاد كاموفلاج. والله العلم تطور برشا. اي الحمد لله. دونك نتصور هكا انت السونتر الوحيد الموجود في تونس اللي وفر الخدمه هذه. اي الحمد لله. دونك مون فلوري، اعطينا الادريس بالضبط. نحن 13 اوت مون فلوري اون فاس ستاسيون تاع ميترو. النومرو اللي باش يظهر توا على الشاشه هو النومرو اللي نجموا يتصلوا بيك من خلال النومرو هذا، ينجموا ياخذوا لي رونديفو نتاعهم وكل شيء. دونك نشكرك برشا فاطمه مبارك، نتمنى لك النجاح والتوفيق. سامحني باش نقول لك بيانتو عندنا سونتر في باريس، معناتها باش نلانسيوه في بروشون ان شاء الله. نرجع بحذاك زيد نهار اللي نحضر سونتر ان شاء الله في 17. زيد معناتها حبيت نقول لهم يدخلوا يتفرجوا في الباج نتاعنا توتا بيو معناتها ديرمو استيتيك، ويشوفوا الانستغرام نتاعنا توتا معناتها ديرمو استيتيك. زيد يتفرجوا يشوفوا حاجات اللي معناتها عندنا في سونتر الكل. الباج فيسبوك ظاهره توا، الباج انستغرام قاعده تظهر توا على الشاشه، باش نجموا تتصلوا بالخبيره فاطمه مبارك. نشكرك برشا ويعطيك الصحه ونتمنى لك كل التوفيق. عايشك شكرا يا عايشك. كهرباء تمشي كهرباء تجي، كهربتنا تويوتا كورولا اتش باك بزنس. السياره هذه تنجم تكون من نصيبك. سهل برشا، تاخذ تليفونك تبعث اس ام اس، تكتب حرف ا على الرقم 85810. كهربتنا سومها 73 مليون و900، نجم تكون من نصيبك انت اللي تفرج فينا تو. 85 810، حظ سعيد للجميع.